بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يقول: عندي صديق كثير التسويف، فيمر عليه الشهر والشهرين ويقول: حتى الآن لم يرد الله هدايتي، وأنا أقوم بنصحه إلى الطريق المستقيم وهو كثير الخطأ والزلل، فبماذا تنصحون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ننصح هذا أن يتقي الله ويخاف من الله، وهذا من تسويل الشيطان، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالتقوى وأمر بالعمل الصالح وحث على المسارعة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. عليه أن يتوب إلى الله من هذا الكلام. الهداية بيد الله، أما أنت عليك العمل. توفيق والهداية بيد الله، لكن أنت عليك العمل، وأن تستطيع أن تعمل وعندك مقدرة على العمل، فبادر إلى القبول والتوبة، واترك هذه الوساوس أو هذا الكلام كلام الباطل. نعم، أحسن الله إليكم. وردنا هذا السؤال الشيخ صالح، يقول السائل أبو محمد: بعض الفضائيات ظهر فيها شباب يفسرون القرآن وهم لم يتعلموا كثيرا، ما شروط تفسير القرآن وما الواجب في ذلك؟ مأجورين. لا يجوز أن يفسر القرآن إلا من عنده علم بالتفسير وأصول التفسير وضوابط التفسير. لا يجوز القول على الله أو على رسول بغير علم. الله جعل القول عليه بغير علم فوق الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عليه من يتقوا الله وأن لا يفسروا القرآن إلا إذا كانوا مؤهلين علميا لتفسير القرآن. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن الكتب التي لم يكتب عليها وقت، هل يجوز أخذها؟ يقول: ففي مسجدنا سنن لابن ماجة والترمذي والنسائي، هل يجوز الانتفاع بها؟ لا، هذه موقوفة على المسجد لمن يريد الاستفادة من رواد المسجد، هي موقوفة على المسجد. نعم. يقول الشيخ هذا السائل: نحن من هواة الصيد، فما حكم صلاة العاملين في الصيد البحري إذا دخل عليهم الوقت وهم في منتصف البحر؟ علي من يصلوا على حسب استطاعتهم، يستقبلوا القبلة ويصلون قياما وركوعا وسجودا كالمعتاد في مركوبهم، أنهم يستطيعون ذلك. نعم. هذا يسأل عن حكم العذر بالجهل، وما المراد به؟ العذر بالجهل الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان يعذر الإنسان فيها بالجهل، أما الأمور الواضحة كتحريم الشرك، تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم الكذب، هذه أمور واضحة، بمجرد ما تقرأ القرآن يمر عليك النهي عنها والوعيد عليها تعرف أنها حرام، فلا يعذر الإنسان بالجهل، لأن القرآن بلغه. قال الله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فأمور التوحيد وأمور الشرك وأمور المحرمات والموبقات هذه جاءت في القرآن واضحة وعليها وعيد شديد، من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: المرأة وهي حائض، هل يجوز لها أن تستمع إلى المحاضرات داخل المسجد؟ لا تجلس في المسجد. الحائض والجنب لا يجلسان في المسجد، وأما المرور في المسجد لحاجة لا بأس أن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل. إذا مر مع المسجد أو دخله ليأخذ شيئا منه وهو عليه جنابة أو امرأة حائض لا بأس بذلك، أما الجلوس في المسجد فلا يجوز لمن عليه حدث أكبر حتى يتطهر منه. نعم. الأراضي عندي مجموعة
من الأراضي معدة للتجارة وبعضها معد للسكنة لأولادي، كيف تكون الزكاة في ذلك؟ المعد للسكنة لا زكاة فيه، أما المعد للتجارة تجب فيه الزكاة إذا مضى عليه الحول وأنت تنويه للبيع، إنك تقومه بما يساوي وتخرج ربع العشر. نعم. هذا يسأل يقول عن دعاء السفر، متى يبدأ ورفع اليدين في دعاء السفر ودخول المنزل وركوب الدابة مشروع؟ إذا استووا على ظهوره وتذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، والدعاء الذي جاء في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقوله بدون رفع يدين، لأن رفع اليدين لم يرد في هذا. نعم. هذا يسأل يا شيخ يقول هل ورد نص قرآني أو حديث يفيد بقيام ليلة النصف من شعبان وصيام النهار؟ لم يثبت شيء في ليلة النصف من شعبان بقيامها، ولم يثبت دليل في صيام يوم النصف من شعبان، فلا يجوز قيام ليلة تخصيص ليلة شعبان أو تخصيص يوم النصف من شعبان إلا بدليل صحيح، وليس هناك دليل صحيح، بل كل الأحاديث الواردة في ذلك إما موضوعة وإما ضعيفة شديدة الضعف لا يحتج بها. نعم. هذا يقول الشيخ حدثونا أيضا عن شهر الله المحرم، ماذا ورد فيه من الصيام وماذا ورد فيه من القيام؟ قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأكده العاشر العاشورة، صوم يوم قبله أو يوم بعده كما جاء في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ بالنسبة لقراءتنا لأسماء الله الحسنى بعد فراغنا من الصلاة، فنقرأ هذه الأسماء مجموعة نرددها، لم يرد به دليل تخصيص هذا بعد الصلاة، لم يرد به دليل. أما إذا دعوت الله بأسمائه الحسنى من غير تقيد بوقت معين فهذا طيب، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تتوسل إليه بأسمائه وصفاته من غير تقيد بوقت. نعم. أحسن الله إليكم. وردنا هذا السؤال من أحد الإخوة يقول في نيتي الزواج ولكن أيضا في نيتي أخرى الطلاق، فما حكم الزواج بنية الطلاق؟ لا يجوز هذا، المسلم يتزوج بنية الاستمرار والبقاء، فإن صلحت له أمسكها وإن لم تصلح له طلقها بدون أنه ينوي عند العقد هذا الشيء، وهذا الجمهور على أنه لا يجوز، جمهور أهل العلم على أن هذا لا يجوز الزواج بنية الطلاق. نعم. يقول عندي سؤال متكون يا شيخ من ثلاث فقرات في التعزية، المبالغة في صنع الطعام لمدة 3 أيام، هذا هو الفقرة الأولى. الاجتماع للتعزية 3 أيام وتعطيل الأعمال وصنعة الطعام، كل هذا من البدع، إلا ما ثبت في الحديث أنه يصنع لأهل الميت طعام بقدر حاجتهم لأنهم مشغولون بالمصيبة. قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما، لما استشهد جعفر رضي الله عنه قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم، فيصنع طعام بقدر حاجة أهل الميت، أما أن يجعل أيام، يجعل مخيمات، يجعل تعطل الأعمال، يكون هناك ولائم وذبائح، هذا من الآثار والأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. نعم. الفقرة الثانية يقول التعزية في المقبرة ثم الذهاب مجموعات للتعزية في البيت مرة أخرى. تعزية مشروعة لكن لا تكون بمبالغات وجماعات يذهبون، تعزية مشروعة إذا لقيت المصاب أن تعزيه وتقول أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، إذا لقيته أو كلمته بالتلفون أو الجوال أو كتبت له رسالة هذا يكفي والحمد لله دون مبالغات ودون. نعم. فقرة أخيرة الحقيقة في هذا الموضوع، أنهم يصفون أهل الميت في المقبرة بعدد كبير ويعزون من قبل الحضور، هذا لا ينبغي وعادة سيئة وربما يتطور إلى البدع فيتفرقون،
إذا دفنوا الميت وقفوا على قبره واستغفروا له وسألوا الله له التثبيت لأنه وقت سؤاله في القبر، ثم ينصرفون والحمد لله. وأما تنظيم العزاء أو جعل مظلات أو جعل كل هذا لا يجوز. نعم. هل تسمية الابن والبنت على الوالدين من البر بهما، وهل يجوز أن نعطي ذلك لأولادنا ونعلمهم؟ عادة تسمية على الآباء والأمهات هذا من باب العادات ومحبة الآباء والأمهات، أما أن فيها أجر أو فيه بر فلا أعلم شيء منها. البر بالإحسان إليهما وبعد موتهما بالصدقة عنهما والدعاء لهما، الحج والعمرة عنهما، هذا الذي ورد. نعم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: لي ولد متعلق الحقيقة بالحيوانات وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد حبس هرة كنا قد ربيناها في البيت، فذهبنا إلى الدمام وماتت هذه الهرة من الجوع لمدة أسبوع، هل علينا شيء؟ نعم، عليكم إثم في هذا. جاء في الحديث الصحيح أن امرأة دخلت النار في هرة حبست، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، هذا فيه وعيد شديد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل الشيخ: متى يؤتى بسجود السهو سواء كان قبل الصلاة أو بعدها؟ سجود السهو يجوز قبل السلام، يعني يصلك قبل السلام. نعم. يجوز قبل السلام ويجوز بعده، ولكن الأفضل إن كان عن نقص يكون قبل السلام لأنه جبران، وأما إن كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: ما ضابط البدعة، ومتى نعرف أن هذا العمل فيه شيء من الابتداع مأجورين؟ كل عبادة لم يرد لها دليل صحيح من كتاب الله وسنة رسوله فهي بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم، هذا تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذه هي البدعة، ما أحدث في الدين ما ليس له دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه امرأة تقول بأنها حامل ولديها بنت وعمرها سنة وأربعة أشهر، ولا تزال تقوم بإرضاعها، فهل يضر بالمولود الجديد، وهل يخاف من ضرر بالمولود مع تغير الهرمونات؟ لا، المولود لا في الحمل في البطن لا ضرر عليه، ولكن الضرر يكون على الرضيع، لأنه ربما يكون الحليب فيه تغير يضر بالمرتضع، والحمد لله اليوم وجد الحليب بوفرة المجفف وغير المجفف، فيرضع منه الطفل الحامل، ترضع طفلها من هذا الحليب المتوفر الطيب. نعم. يقول: ما تفسير الآية وقوموا لله قانتين؟ السكوت في الصلاة، كانوا في الأول يتكلمون في الصلاة، يكلم الرجل من بجانبه، ثم بعد ذلك نهوا عن الكلام في الصلاة وأمروا بالسكوت في الصلاة عن الكلام، السكوت عن الكلام. وكما جاء في الحديث عن معاوية بن حيدة أنهم كانوا يكلم الرجل صاحبه بجنبه حتى نزل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم. يقول في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، ما الدروس المستفادة من هذه السورة العظيمة يا شيخ؟ الدروس المستفادة من هذه السورة أنها كما قال ابن عباس رضي الله عنه أنها فيها بيان أجل الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. وفيها دليل على استحباب ختام العمر بالاستغفار والاجتهاد في العبادة ليختم بها عمره في آخر حياته، وفيها دليل على نصرة هذا الدين وأنه سينتصر. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أجلي من مكة وأخرج منها مختبيا عاد إليها عام الفتح 10,000 مجند عليهم السلاح
مدججون بالسلاح، وفتح الله له مكة معززا مكرما. هذا ما تضمنته هذه السورة. نعم. هذا السائل يقول: إذا كان هناك مسجدان، مسجد يصلي فيه 500 مصلي ومسجد فيه 100 مصلي، كيف تكون الأفضلية لهذه المساجد؟ لا شك أن الأفضل الأكثر جماعة، الأفضل جماعة هو الأفضل، إلا إذا كان في ذهابك إليه لفت نظر عن المسجد الذي هو قريب منك، بأن يقولوا هذا بينه وبين الإمام شيء، يكره الإمام أو ما أشبه ذلك من الحزازات، فإنك تصلي في المسجد القريب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا عمري 35 ولم أؤدي الحج ولا العمرة حتى الآن، وقلبي يتشوق أيضا إلى الأضحية، فأنا مقيم هنا في الرياض للعمل، فهل لي أن أؤجل العمرة، وهل لي أن أجمع أيضا بين الأضحية والحج؟ الجمع بين الأضحية والحج لا بأس، أما إذا استطعت الحج، أنت لم تحج حجة الإسلام، فإذا استطعت ماليا وبدنيا إنه يجب عليك المبادرة بالحج، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالحج يجب على المستطيع، فإذا قدرت ماليا وبدنيا على الحج وأنت لم تحج حجة الإسلام إنه يجب عليك المبادرة. نعم. يقول الشيخ: ما الأصل في الطهارة من الحدث وغيره؟ الأصل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. نعم. أحسن الله إليكم. النجاسة يا شيخ هل تطهر بغير الماء؟ هناك البخار الآن التي تغسل به الثياب والأكوات والمشال، هل هي لا تطهر النجاسة إلا بالماء؟ الله جعل الماء طهورا، قال جل وعلا: وأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، قال سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأما الغسيل بالبخار إذا كان معه ماء طهور، البخار معه ماء طهور وزالت النجاسة، زال أثرها، فإنه تطهر بذلك. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، وهو يسأل عن العبر المستخلصة من مرور الأيام والشهور والسنوات على المسلم. العبر كثيرة، منها أن الإنسان يعتبر بمرور الليالي والأيام وانتظامها وسرعتها، وينتبه لنفسه ويبادر بالعمل الصالح لئلا تفوت المدة ويحضره الأجل وهو مقصر أو أنه على معصية، يبادر بالتوبة. إذا نظر إلى سرعة مرور الليالي والأيام يستحضر قرب الأجل فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا مرور الليالي والأيام يدل على قدرة الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، عبر وعظات. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. وانتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، سجله زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.